طرقت باب دار الأحزان. لعلي لم أخطئ العنوان حينها أشار لي قلبي بالبيان إنه بيت فاطمة إنه بيت الأحزان. طرقت باب دار الأحزان وجدت فيها فاطمة والحسنى. قلت أما ما الخاط ما لجلوسك بين الجدران ولكن مقام عند رب الجنان. قالت كيف لي أن أغادر هذا المكان والصفوة بين يدي السجان إنه جرح الزمان. من السقيفة إنه يوم افتتان. قلت أما ما حال صدرك والأشجان. قالت ما زال الطغاة والأعوان يشعلون النيران يثيرون البركان ليغيبوا القرآن. طرقت باب دار الأحزان. قلت أما سيطول عليهم الزمان. قالت حتى يظهر صاحب الزمان حينها أغادر بيت الأحزان إلى الجنان ومعي الحسنان.